ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ رجعت لكم تاني فيديو جديد. بس قبل ما ابدا الفيديو، ما تنسوش لو انتم مش مشتركين اشتركوا ودوسوا على الجرس. لو مش متابعيني على الفيسبوك، الصفحه وجروب هتلاقوهم تحت في الديسكربشن بوكس، وشوفوا الفيديو ده للاخر لو عجبكم لايك وشير. النهارده الفيديو هيكون مشتريات، والفيديو ده فيه مشتريات كتير كتير كتير، ويعني عايزه اقول لكم ان انا حاولت على قد ما اقدر اظبط الاضاءه، بس على طول بتطلع جامده في وشي، مش عارفه اظبطها اكتر من كده، فمش عارفه اعمل ايه بصراحه. بس ما علينا. اول حاجة انا جبت كل الحاجات اللي انتوا هتشوفوها دي من رويال هاوس اللي في مصر الجديدة. فأي منتج هتلاقوه هتلاقوه يعني في الفيديو هتعرفوا ان هو بيتباع هناك دلوقتي. مش عارفة بقى بعديها بفترة هيبقى لسه موجود ولا لا. عندهم حاجات جديدة للشعر حلوة جدا، وحاجات كمان للبشرة حلوة. في بس كام حاجة، في بنات كتير قالوا لي ان انا اجرب منتجات بندولين. بجد انا مش عارفة ليه المنتجات دي كل ما بنزل اسأل عليها ما بلاقيهاش موجودة خالص، او موجود بس حاجة منهم والباقيين لا. او انا عايزة اشتري المجموعة كلها على بعضها عشان اجربها واعمل لكم عنها ريفيو، فمش عارفة بصراحة ايه حظي ده. حتى كمان ما لقيتهاش هناك، فيعني لو حد يعرف هي بتتباع فين، موجودة دلوقتي فين، يبقى يقول لي. بس هو حتى غالبا انا مش هقدر اجربها دلوقتي لان انا جبت شامبوهات وحاجات كتير، فيعني خليها بعد كده ما اخلص شويه من الحاجات دي ابقى اشتريها واجربها. اول حاجه جبتها وجربتها، عايزه برضو اقول لكم ان انا الفيديو ده بصوره النهارده يوم 4 مارس، يعني احتمال وانتوا بتشوفوا الفيديو ده اكون انا بجرب في حاجات في منتجات تانية، فممكن تلاقوا الفيديو اللي وراه على طول مثلا ريفيو عن بعديه بيوم، مثلا ريفيو عن كام منتج تبقوا مستغربين ان انا لحقت استعمله. بس هو الحقيقه ان انا خدت وقتي عشان استعمله. وفي حاجات كمان جربتها كده كلها على بعضها بقول لكم برضو عنها. طبعا الاسعار، بصوا انا مش عارفه هي المشكله ان البتاع بصوا يعني طويله ازاي، بس يعني على العموم اللي انا فاكره هو في حدود قد ايه او كده هقول لكم. وانتوا برضو لو في حاجه مهتمين انتوا تعرفوا سعرها قد ايه بالظبط اكتبوا لي تحت في التعليقات وانا ايه هقول لكم. نبدأ بقى الفيديو. اول حاجة جبتها هي حاجة انتشرت جدا الفترة الاخيرة، وفي بنات كتير قوي عملت عنها ريفيوهات. من كتر بصراحة الريفيوهات بتاعتهم والمدح قلت اجربها. هي المجموعة دي جبت منهم الشامبو، بصوا جبت الشامبو وجبت وجربتهم على فكرة، ويعني هعمل لكم عنها فيديو بعد الفيديو ده على طول، هعمل لكم عنهم ريفيو بالتفصيل. وجبت كمان البلسم ده كده الشامبو وده البلسم، وجبت الماسك. طبعا معلش بقى ان هم مبلولين لان هم كانوا في الحمام، فانا لازم اغسل المنتجات لما اجيبها من الحمام اوريها لكم. وده الماسك بتاع الشعر، وده اللي هو اسمه ايه الكريم بتاع زي ليفن او كريم، هو مكتوب عليه ان هو للاطراف. كل حاجة ليها سعر على فكرة، على ما اعتقد ان ده كان سعره 81 وده برضو 81. الشامبوهات تقريبا بحاجة 60 حاجة 70 حاجة زي كده، يعني ايه هو بصراحة صعب ان انا اعرف اشوفه دلوقتي، بس هو كان في الحدود دي، يعني كان كده حاجة 60 حاجة 70 حاجة زي كده. بس الماسك انا فاكرة ان سعره كان 88 وده تقريبا كان بحاجة 80 برضو. تمام. دول انا جربتهم تمام، وحطهم كمان على شعري، فالفيديو اللي وراه على طول هيبقى الريفيو عن المنتجات دي. بعد كده بقى جبت حاجات جديدة وشامبوهات جديدة وحاجات اول مرة استعملها. جبت الشامبو ده برضو اول مرة في حياتي استعمله، وفي بنت اتكلمت عنه وقالت عنه انه كويس. هو المجموعه بتاعته انا ما لقيتش منه غير الشامبو بس، فمستنيه بصراحه اشوف المجموعه كامله واجربها. بس يعني اديني برضو ايه هجرب الشامبو وبعد كده اشوف الدنيا نظامها ايه معاه. هو بزيت الارجان، وده على ما اعتقد ان كان سعره 80 جنيه حاجه زي كده او 90 جنيه. تمام. هو حجمه كمان 500 ملي، يعني حجمه كويس. جبت كمان الشامبو ده برضو
اول مره اجربه، وبصراحه انا ما سمعتش عنه قبل كده اي حاجه. يعني في حاجات سمعت عنها مدح، وفي حاجات اول مره اشوفها في حياتي. وعندهم على فكره مدكات كوري جديده، ده حجمه 520، وده كان سعره كان 100 جنيه او 109 حاجه زي كده. كمان جبت ده بقى اللي هو زي التقشير بتاع الجسم. ده انتوا عارفين قد ايه انا بحبه، انا على طول بجيبه، بس انا بحب اللي هو الاصلي تماما، اللي هو مفهوش اي اضافات، اللي هو بيبقى عليه صورة بقرة تقريبا. ده اكتر واحد فيهم بحبه بصراحة، بس ما لقيتوش فجبت ده. هو نفس الفكرة، بس الفرق ان انا بحب ريحة التاني اكتر، لكن هما كتأثير في التقشير هم كلهم واحد. ده كان سعره 20 جنيه. وجبت كمان دي شركة جديدة شفتها بتاعت اطفال، عشان انتوا دايما في التعليقات بلاقي كتير قولنا منتجات للاطفال كويسة. انا ما كنتش اعرف الاول غير شركة جونسون، بس بعد كده سمعت عن شركة سانوسان، بعد كده ابتديت الاقي شركات تانية، لقيت الشركة دي برضو جديدة اول مرة اشوفها، جبت منها كذا حاجة. دي اسمها كولونية اطفال، ممكن اجربها بعد الشاور بقى والحاجات دي، لان انتوا عارفين ان الواحد في الصيف بيبقى عايز يستحمل يحط حاجات خفيفة. طبعا الحاجات دي هحطها في البيت، فقلت اجرب كده الدنيا هتبقى عاملة ازاي. انا حتى كمان ما شمتهوش لحد دلوقتي. اوكي، هو ريحته فيها كحول الاول، فالمفروض ان هو استنى شوية كده يبقى دافي شوية وبعد كده ابقى اجربه، يبقى اشمه يعني تاني. اوكي، هستنى كده شوية وبعد كده بقول لكم ريحته عاملة ازاي، بس طبعا برضو اكيد لسه هيبقى فيه ريفيو بالتفصيل عنه. وده زيت بتاعهم، انا كنت عايزة اجيب زيت بتاع اطفال للجسم، بس زي ما قلت لكم انا بقيت بترعب من شركة جونسون بعد موضوع بودرة التلك وان هي بتجيب سرطان ومش عارفة ايه، فقلت خلاص ابعد عن الشركة دي بمنتجاتها. جبت منهم بس حاجة واحدة بس هوريها لكم. جبت الزيت ده زيت برضو من نفس الشركة، ده زيت بزيت الزيتون، زيت في زيت زيتون وزيت افوكادو وزيت لوز. تمام، مش عارفه حتى وريه ريحه ولا لا. ليه ريحه خفيفه، بس مش ريحه وحشه، ريحه حلوه خفيفه. ف ابتدى تطلع ريحه كده عامله زي الليمون على خفيفه كده، معاها زهور يعني وحاجات، يعني ريحه شيك شويه، مش ريحه الفواكه اللي بتبقى بشعه. جبت ده كمان، ده بتاع ينفع شاور جيل وينفع شامبو مع بعض، بتاع بصراحه انا مش جايباه كشامبو، لان انا يعني مش حاسه ان هو هيبقى كويس كشامبو. هو ينفع كشامبو وشاور جيل للاطفال، فانا جايباه بصراحه ان انا استحمى بيه، بس ممكن اجربه على شعري مش عارفه بصراحه، ما بحبش قوي اخاطر بحاجات معينه كده. بس يعني هشوف اذا كنت بصراحه هقدر اخاطر ان انا استعمله مره على شعري ولا لا. بس هو انا جايباه يعني عموما الكشاور جيل يعني. ده كان سعره انا فاكراه كان ب 27 جنيه، حاجه زي كده. الزيت كان بحاجه 40 تقريبا، والكلونيا دي كان سعرها 37 جنيه. شوفوا الحاجات اللي انا فاكره سعرها هقولها لكم. كمان جبت اللوشن ده بتاع فازلين اللي هو بالكاكاو. اللوشن ده انا سمعت عنه مدح كتير كتير، كل الناس اتكلمت عنه، فبصراحة عايزة بقى اجربه. شوف بس ريحته كده، عشان في بنات كتير قوي قالت عنه انه حلو. انا مش شامة حاجة، انا مش عارفة، انا مش شامة حاجة، مش عارفه بصراحه، يمكن تاثير الكولونيا بتاعت الاطفال مش عارفه، بس انا مش شامه اي حاجه بصراحه، ومفروض ان ده بالكاكاو. هجربه عموما واقول لكم.
جبت دول، بس دول ما كانوش من رويال هاوس، دول كحول جبتهم من صيدلية عادي. ده الكحول اللي هو بيبقى 70% او 75%، ده مهم جدا ترشيه قبل ما تعقمي الادوات على كل حاجة. طبعا ده برضو ما بيفرش شنطتي، خصوصا في الفترة اللي احنا فيها دي. جبت كمان القناع ده بتاع اللوز، باللوز والخيار. انا كنت جبت اللي بعشبة النيم منه، وكان بصراحة هايل هايل جدا. وجبت منهم المقشر برضو كان كويس، فتحمست ان انا اجرب منهم كذا حاجة. لقيت عندهم الماسك ده، ده اللي هو البيل اوف، اللي هو بتشيليه كده، مش اللي هو بتشيليه بمية، لا هو بيتشد كده. هو مش لنوع بشرة معينة، هو بيساعد على التنظيف وبيجدد حيوية البشرة. هنشوف يعني، هجربه واقول لكم. جبت كمان الغسول ده. ده ايه ده غسول؟ يعني انا جاي بقول ايه ده وانا شارياه وشفته وانا في السوبر ماركت. ما علينا، ده غسول بس فيه زي مقشر خفيف اهو. بصوا ده جديد، ده جديد موجود عليه ان هو بيساعد على ازالة الحبوب ويحميها من ظهورها مجددا. انا من الناس اللي قليل قوي قوي قوي، نادرا ما بيطلع لي حبوب، نادرا. حتى في فترة الدورة الشهرية ما بيطلع ليش حبوب زي البنات. فقلت ماشي، ممكن يطلع لي في الصيف شوية، اخويا بيطلع له شوية حبوب احيانا بعد ما بيحلق او كده، فيعني هخليه يجربه، وانا برضو هبقى اجربه لو طلع لي حبوب. بس انا هخليه لما الاقي حباية، مش عايزة اجربه كده وخلاص، عشان عايزة اعرف تأثيره على الحبوب واقول لكم. ده كان سعره 97 جنيه بالظبط. ايه تاني؟ اه ده الغسول بتاع الايدين بتاع شركة لايف بوي، ده كان سعره 37 جنيه تقريبا. انا ما بحبش الحاجات بتاعت غسولات الايدين والصابون والحاجات دي بتاعت ديتول لايف بوي، لان سمعت ان دكاترة قالت عليها ان هي بتخلي زي الجلد حساس وبتخلي قابلية ان الامراض تبقى موجودة اكتر، فغلط غير لو انت بتتعامل مع شخص مريض. بس قلت انا هجيبه جنب غسول ايدين تاني. جبت بتاع لوكس بس حطيته في الحمام، وانا كلمتكم عنه قبل كده، وقلت هجيب ده كده جنبه يعني. ايه بس ايه، التاني ده هستعمله اكتر، هجيبه كده جنبه ان انا استعمله مثلا مرتين في الاسبوع حاجة زي كده، او بعد ما اخرج من البيت هستعمله يعني. اول لما اجي ادخل البيت يعني، اكون في مشوار بره واجي يعني، قصدي استعمله كده عشان اعقم نفسي ضد اي امراض منتشرة مثلا. جبت كمان زيت الكاكاو، اكتر زيت الكاكاو بحبها زيت الكاكاو بتاعت لونا. بص انا عايزة اقول لكم حاجة في زيت الكاكاو دي على طول بجيبها، دي بتخلي شفايفي شكلها حلو جدا واحمر، ودي بجوز الهند ودي بالورد. دول ترطيبهم انا عارفة ان هو مش احسن حاجة، بس انا من الناس اللي شفايفي مش ناشفه وما بتنشفش قوي ومش جافه، اقل مرطب بيبقى تمام معاها. فبصراحه ما بحتاجش ان انا اشتري مرطب قوي وكده، يعني اقل حاجه خلاص يعني بترطب الدنيا معايا وبتمشي زي الفل، فمش محتاجه بصراحه اكتر من كده. ده كان المرطب منه ب8.5 جنيه، تمام. جبتهم كلهم حوالي 25 حاجه زي كده، او 8 جنيه، مش فاكرة بالظبط. جبت بقى المجموعة دي، بصراحة اول مرة اشوفها في حياتي. دي عبارة عن ان فيها غسول، بصوا هي مكتوب عليها 4 حاجات ولسه ما فتحتهاش يعني، جايبها ما فتحتهاش. موجود عليها كريم منظف وكريم صنفرة وكريم تدليك الوجه وماسك بيشيل الوش، بيغذي الوجه. موجود ان المجموعه دي بتخلص البشره من الزيوت وبتخليها ناعمه، ده بالنسبه للكريم المنظف واللي هو زي غسول يعني.
وكريم الصنفرة بيقشر البشرة، وكريم التدليك ده بيديها مظهر صحي، والماسك بيصغر المسام وبيشيل الأوسخ. أنا ما عنديش مسام واسعة، بس أخويا عنده مسام واسعة، فخليه يجربه وأشوف تأثيره عليه إيه. أخويا بشرته دهنية حساسة، أنا بشرتي مختلطة جافة، وماما بشرتها عادية، فاحنا التلاتة هنجربه، وكل واحد هيقول الريفيو بتاعي، وهقول لكم كل بشرة كانت عاملة معاها النتيجة عاملة ازاي. وبصوا ما فتحتوش يعني، اه ده شكله كده من جوه، انا افتكرته هيبقى انابيب طويلة اهو. بص ده شكله كده، ده الماسك، وده ده هو بالفحم، وده الكريم بتاع الصنفرة اللي هو المقشر يعني، وده كريم التدليك. انا مش عارفة كريم التدليك يعني زي مرطب ولا لأ، بس ابقى ايه ما اجربه بقول لكم. وده الكريم المنظف. المجموعة دي كلها جبتها ب170 حاجة زي كده يعني. ده كده المجموعة، ده كده أول شنطة في المشتريات. بعد كده ندخل على تقيل قوي، الشامبو ده، ده بلسم، جبت منه البلسم وجبت منه الشامبو. الشركة اسمها مودش، وهي لبناني. 1000 ملي يعني، ده كيلو تقريبا او لتر. كان تقيل قوي بصراحة، حتى يعني وانا ماسكاه تقيل. في بنت قالت عليه ان هو كويس، فما اعرفش بقى، اجربه كده واشوف. هو لبناني. ده كان سعره 88 جنيه او 90 جنيه، يعني على ان هو كيلو ده حلو، بس مش عارفه بقى تاثيره بقى عامل ازاي. ده البلسم، ده اهو شكله، ده بالكرياتين المعالج وخلاصه الاعشاب. وفين الشامبو بتاعه؟ اهو ده الشامبو بتاعه، تقال قوي بصراحه يعني، تقال. اه اوكي ده تقال، والبتاع كانت مفتوحه يعني، يلا مش مشكلة. جبت كمان حاجة، انتوا قلتولي اجربها، الجل ده. الجل ده في بنات كتير اوي قالت اجربه، وانا قلت انا هجيب منه انواع يعني. انا جبت ده بصراحة الاول، في منه ارقام، والمفروض ان الارقام دي على حسب درجة تثبيته للشعر. وفي منه البشرة، بصراحة انا سمعت عنه مدح، بس مش على نوع معين. انا سمعت ان الشركة نفسها بتعمل جل كويس، وانتوا عارفين ان انا بحب الجل اكتر، لان الجل حلو فيه ان هو بيمنع الهيشان، واحنا داخلين على فصل الهيشان، فصل الصيف. فانا قلت ايه، اجرب انواع جديدة وحاجات كده، واشوف يعني الدنيا هتبقى ماشية معايا ازاي. ده كان سعره 80 تقريبا جنيه تقريبا. بصوا عشان احيانا في ناس في التعليقات بتقول لي انا جبته بكذا مش عارفه، انا بقول تقريبا بقد ايه، لان صعب ان انا اطلع سعر كل حاجه في الحاجات دي بصراحه. طبعا انتوا عارفين ان انا الجل ده مش النوع ده يعني، مش الشكل ده، بس اللي هو كان منه الشفاف بتاع ايكو، استعملته وبحبه جدا. جبت بقى منه حجم صغير ده، وجبت نوع، جبت قصدي حاجة تانية ده. تمام. ده كان سعره 56، الاتنين دول كل واحد فيهم سعره 56. المفروض ان ده للشعر الكيرلي والويفي، وده للشعر الجاف والمضمر. بصراحة انا متحمسة ان انا اجربهم، لان انا اللي هو كان شفاف خلاص خالص، اللي انا عملت لكم عنه ريفيو قبل كده، حلو جدا للشعر وبيدي شكل حلو، فقلت بصراحة اجرب الاتنين دول. وكان عندهم انواع تانية، عندهم واحد اصفر ومش عارفة لونه تاني كان عامل ازاي، اخضر تقريبا. انا قلت اجرب بس الاتنين دول وهجيب الانواع التانية، متحمسة جدا ليهم. وعلى فكرة الاتنين دول اكتر اتنين شفت عليهم مدح من البنات على الفيسبوك، هو منتشر اكتر على الفيسبوك من اليوتيوب، فقلت ماشي يعني اجربهم، وبعد كده ابقى اجيب الانواع التانية. ايه تاني جبت؟ بس ده ما جبتوش من رويال هاوس، ده جبته من صيدلية، ده الغسول بتاع سيتيال.
بحبه جدا جدا جدا، ده غسول نسائي سعره 11 جنيه، موجود على فكرة في بنات بتقول لي ما بيلاقوهوش، موجود في العزبي يعني شفته في صيدليات كتير، هو احيانا كده جه فترة كان مختفي وكان تلاقيه في الصيدليات القديمة المتربة كده، دلوقتي بقى متوفر عادي. انا بجيب كارفري كتير بس يعني بروح واجي واجيبه يعني، هو حلو كويس. كمان جبت ايه، جبت الماسكات بتاعت شركة اسمها بوبانا، ده اسمه قناع الطمي بأملاح البحر الميت، وده الطمي الطبيعي. بصراحة انا خايفة استعملهم على بشرتي لان انا جبت منهم زمان المقشرات وحرقت بشرتي، يعني كانت حاسة ان بشرتي حرقاني قوي، بس كانوا بيقشروا حلو جدا، فانا غالبا هستعملهم على ايدي على رجلي على جسمي، لكن على وشي صعب بصراحة استعملهم لان كمان يعني فيهم كحول عالي وكده، فيعني قلت انا هجيبهم لجسمي اكتر وايدي ورجلي بعد بقى الباديكير والحاجات دي بتاعت الصيف. كمان جبت ده المعقم بتاع ديتول، اوكي ده انا جبته، وجبت ده الحمام كريم، ده طلعت جبت منه العلبة قبل كده وكلمتكم عنه ونسيت خالص ان انا جبت منه علبة اللي هي علبة البلسم اللي انا قلت لكم ان ريحته عاملة زي خروف حطاه على شعرك، بس ترطيبه رائع على الشعر رائع، وده حقيقي بجد، ما خدتش بالي خالص ان هو كان عندي فجبت الكيس ده. افتكرت نوع تاني او حاجة، بس هو عموما الاكياس معروفة ان جودتها افضل بكتير من العلب، فيعني يعني انا عارفة ان هو كويس بس هجربه كده في مرة، وانتوا كده كده عارفين رأيي ان هو تحفة يعني. ده بوناويل او بناويل بوناويل معرفش، هو ايطالي تقريبا، اوكي هو مش مشكلة هو منين، الماني. ده في بنات كتير قوي بتمدح فيه، فهجربه واقول لكم برضو رأيي فيه ايه، وفي بكذا حاجة. ده عموما ده هوت اويل، يعني قريب من فكرة الحمام الكريم، بس برضو ده ما بيتحطش على الفروة. واحدة صاحبتي جربته قالت لي عليه كمان حلو، بس مشكلته ان هو بيوقع الشعر الضعيف، مش عارفة بصراحة، انا عموما شعري مش ضعيف قوي وما بيقعش بسهولة من المنتجات، لازم يبقى منتج زي الزفت خالص عشان يوقعه، بس يعني هجربه برضو وهقول لكم. واخر كيس معانا في المنتجات لان انا تعبت بصراحة، مش عارفة انا هخلص الحاجات دي كلها امتى. جبت دي الفوط بتاعت الفوط الشهرية، دي اللي هي البرايفت، دي احسن نوع، دي احسن نوع فيهم، بس دي الخضرة دي بتبقى حجم عالي شوية، في الافضل تقريبا لونها ازرق اللي هتلاقيها الطويلة، الطويلة دي مريحة جدا، بس على العموم شركة برايفت احسن شركة تجيبي من عندها فوط، لان بقية الشركات مش قد كده. تمام. وده الفوط بس اليومية اللي هي بتستعمليها بعد ما فترة الدورة الشهرية تخلص اللي هي الفترة الاخيرة يعني، او ممكن تستعمليها مش شرط يعني، ممكن تستعمليها عادي يوميا بس مش يوميا قوي عشان ما تعملكيش مشاكل، خليها بس ايه مثلا لو انت حاسة تعملي مجهود وعرقانة وكده بتبقى تمام يعني، انا ممكن استعملها مثلا مرتين في الاسبوع بس مش اكتر، كنت الاول بستعملها يوميا وبعد كده سمعت ان هي غلط وابتديت احس كمان ان هي مش بتريحني. طيب تمام. جبت كمان الشاور جل، ده كان عليه عرض مش فاكرة بصراحة كان سعره كام خالص يعني، بس هو كان عليه عرض، جبت منه حاجتين نوعين، ده يعني فجأة كده اتشهر ولقيت اعلانه على الانستجرام مش عارفة ايه، هو في الاول وفي الاخر ده شاور جل يعني هيعمل ايه مش عارفة يعني، بس
ماشي نجربه. ده اللي هو بالتوت وال والفوينة فوانيا مش عارفة، وده بالحليب. اوكي ف اجربه ما اقول لكم. برضو جبت كمان حاجات تقع مني. اوكي تمام. جبت من الشركة دي، من كتر ما سمعت عنها مدح، يعني سمعت عنها مدح وبنات كتير قالت لي قوي ان جربيها وقولي لنا رأيك، انت لسه ما جربتيهاش كتير. جبت منهم الشامبو اللي هو بالتوت والعنب والتفاح الاحمر، مع ان انا ما بحبهمش قوي، بس قلت مش مشكلة يعني اجرب، ما بحبش الشركة دي قوي يعني. بس جبت منهم الشامبو والبلسم ده، والشامبو والبلسم اللي بجوز الهند، او ده الشامبو والبلسم بتاعه. فبقى عندي اللي هو بجوز الهند وبالتوت الشامبو والبلسم بتاعهم، فاتمنى ان هم يبقوا كويسين. ده كان سعره الواحد منهم كان سعره 37 جنيه. جبت كمان الشامبو ده مكتوب عليه شامبو بالكريم برضو، ده بتاع اطفال، شركة جديدة برضو اول مرة اشوفها، فقلت برضو هجرب الشامبو بتاعهم. هي دي الشركة، نفس الشركة بتاعت الكلونيا بتاعتهم، فقلت اجرب بقى منهم كام حاجة كده. كان عندهم كمان على فكرة كريم حفاضات ومعرفش ايه حاجات كده بتاعت الاطفال. ده كان سعره 37 جنيه تقريبا، 40 جنيه حاجة زي كده، وكان في منه حجم كبير. جبت بقى برضو كلونيا بتاعت اطفال، بس بتاعت شركة جونسون ما بحبهاش، بس قلت مش مشكلة اجربها لان انا سمعت ان الكلونيا بتاعت الاطفال بتاعتهم حلوة. دي بريحة الورد، بريحة الليمون، ريحتها ليمون، وعارفين ليمون مناديل فاين القديمة اللي كان فيها ريحة الليمون عالية، مش بتاعت دلوقتي، لا من زمان كده، من حوالي 10 سنين حاجة زي كده. كنت فاكرة كنت وقتها تقريبا في المدرسة حاجة زي كده، في الثانوية عامة تقريبا. ف كنت فاكرة ان المناديل بتاعتهم كانت الليمون فيها ريحته عالية جدا وجديدة. دي ريحتها عاملة زيه بالظبط، افتكرت ذكريات المدرسة. ده كان سعره كام؟ كان سعره حاجة و30 تقريبا، برضو تقريبا حاجة و30. بعد كده جبت اخيرا 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 الشامبو بتاعت شركة سانوسان. ناقص بجد المجموعة بتاعت شركة بندولين، صدقوني بجد اخلص بس الحاجات دي وهدور عليهم تاني وهجيبهم، لان انا بجد يعني المفروض ان انا كنت عملت عنهم ريفيو من 3 شهور او 4 شهور وانا بدور عليهم، مش عارفة ايه اللي حصل بصراحة. كل لما اجي اشتريهم يحصل مشكلة، يا تبقى في حاجة كده مش طبيعية. ده شامبو، مش عارفة ليه حاجات الاطفال بتنفع شامبو تنفع شاور جيل، يعني كذا حاجة برضو تنفع شامبو شاور جيل، مش عارفة. هو عموما ده انا هستعمله كشامبو، فنشوف يعني كشامبو كويس ولا لا. مشكلته ان هو حجمه صغير قوي، يعني بص هو قد كف الايد، هو باين يمكن ان هو كبير، معرفش باين ان هو كبير ولا لا، بس انا كنت بشوف ريفيوهاته على اليوتيوب وصوره على الفيسبوك، كنت حاسه ان هو حجمه كبير مع ان هو مكتوب عليه ان هو 200 ملي، بس ما مش عارفه ليه اول لما لقيته حسيت ان هو صغير قوي. سعره 85 جنيه. الشركه دي الماني، ف متهيالي ان هي حاجاتها هتبقى حلوه او على الاقل امنه شويه بالنسبه للطفل. متحمسه جدا ان انا اجربه. ما عندهمش بلسم منه، وبندولين ما عندهمش بلسم. ليه يا جماعه يعني ليه ما فيش بلسم؟ يمكن عشان منتجات اطفال والطفل مش محتاج شعره يترطب اكتر من ان هو يتنضف. ماشي. في بقى شامبو وبلسم كده خطفوا عيني، شكلهم كده عجبني بصراحه وعمري ما شفت عنهم ريفيوهات. الشامبو بتاع شركة اسمها ميسز بوترز، فكرتني بهاري بوتر. وشكل الست عاملة زي الفيلم بتاع هاري بوتر فعلا، بصوا يعني كأنها يعني الساحرة اللي كانت بتبقى
بتبقى لابسه الطواقي والحاجات دي. اي ودي كمان ده الشامبو وده البلسم. بصراحه متحمسه قوي ان انا اجربهم، اول مره اشوفهم. بص شكلهم حلو قوي وما لهمش كلمه عربي، يعني تقريبا جنسيتهم ايه بقى مش موجود. هي تمام، هي من الاتحاد الاوروبي بس منين بالظبط مش موجود. بس احلى حاجه فيهم ان هم ما لهمش كلمه عربي، فتحس ان هم مستوردين جاهزين كده، ما تغشوش ولا اي حاجه. ده كان الواحد سعره بصوا يا اما 40 جنيه يا اما 47 جنيه، يا اما 37 جنيه يا اما 47 جنيه، تقريبا في الحدود دي مش اكتر. حجمهم كمان حلو، ده 500 ملي وهما للشعر المضمر وكده. وده بلسم، ده بلسم ينفع كمان للشعر المسبوق. انا دورت على البلسم بتاع ده بس ما لقيتهوش. لقيت ده في كمان عندهم منتج كوري شامبو بلسم وحمام كريم، بفكر ان انا اجيبه المرة الجاية بس مش عارفة هجيبه امتى بالظبط، لان زي ما انتوا شايفين انا جايبة كم شامبوهات كبير مش عارفة. فطبعا استنوا ريفيوهات بالتفصيل بالتفصيل عن الحاجات دي كلها. واتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، واتمنى تكونوا اتبسطتوا. ما تنسوش بقى اللايك والشير، واشوفكم على خير فيديوهات تانية كتير.